بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، إذا خفت من شخص أن يؤذيك عموما، فمن لك غير الله ناصرا ومن لك غير الله حاميا وحافظا؟ قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا استغثت بالله كفاك، يعني أدعو ربي، نعم، طيب هل أدعو دعاء من تأليفي لكي يكفيني هذا الشخص الذي أخافه، أم أنه يوجد دعاء خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنني أن أدعو به؟ نعم، يوجد دعاء خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. معنى نجعلك في نحورهم هذا هو النحر، وكانت العرب سابقا إذا أراد الواحد أن يطلب من شخص أن يقاتل دفاعا عنه قال: اطلبوا من فلان أن يكون في نحر العدو لنا، يعني مثل الدرع لنا، يقاتل عنا ويدافع عنا في نحر العدو. ومن لك أقوى من الله تبارك وتعالى يدافع عنك؟ قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا قلت: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، فإن الله هو الذي سيدفعهم عنك بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تقول: ونعوذ بك من شرورهم، فمهما كادوا لك ومكروا عليك فلن يضرك شرهم شيئا. لماذا؟ لأنك وكلت أمرك إلى من يعلم كل خططهم بك، وهو الوحيد القادر على أن يرد كيدهم في نحرهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعرف أنك تخاف أن يمكروا بك أشياء لا تعرفها أو أشياء لا تستطيعها، تخاف أن يغيروا نظرة من حولك عنك، لك لا تقلق، بما أنك قلت هذا الدعاء ووكلت أمرك إلى الله الحي القيوم، فإن القلوب بين أصبعي من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء. فإذا كنت مظلوما وكانوا هم ظالمين، فهو سبحانه قادر على أن يفضحهم ويحميك. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، تقوله إذا خفت من أي ظالم عموما. كذلك إذا ذهبت إلى أي بلد من البلدان أو كنت في أي مكان فخفت من السلطة في ذلك البلد أو أعوانها أن تظلمك أو أن تضرك، فيمكنك أن تقول هذا الدعاء. وهناك أيضا أدعية خاصة وردت عن آل البيت والصحابة تقولها إذا خفت من سلطان ظالم أو أحد أعوانه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. يقول ابن عباس: تقولها 3 مرات. وورد عن عبد الله مسعود أنه قال: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من شر فلان بن فلان، يعني الشخص الذي يقصده، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه الأدعية اللي ذكرناها اليوم فيما لو كنت تخاف من البشر، لكن ماذا لو خفت من الجن أن يضرك سواء بسحر أو بغيره؟ هل يوجد دعاء معين؟ نعم، يوجد دعاء استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي هجمت عليه الجن فيها، فقد ذكر الرواة عن تلك الليلة التي كادت الجن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الشياطين تحدرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والجبال، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن سيتدخل في تلك اللحظة؟ جبريل طبعا. قال: فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. الآن انتبه للدعاء. قال جبريل: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق
إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات وقال هذا الدعاء؟ قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. الله أكبر. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المطلوب فقط أن تستعين به سبحانه، وهو سيعينك ويقويك على الإنس والجن. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب، هل هناك أدعية أخرى أيضا تحفظني من الشياطين؟ نعم، يوجد دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. معنى همزة وسوسته، نفثة يعني الكلام السيء الذي يجعله في الأشعار، ونفخه أي كبريائه. وهناك أيضا دعاء آخر وهذا موجود في القرآن، يقول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همزات الشياطين وساوسهم ونزغاتهم، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حضور الشيطان في أي شيء يضر، فأنت تستعيذ بالله أن لا يحضر الشيطان في أي شيء من أمورك. فإذا قلت ذلك ودعوت الله تبارك وتعالى ستجد الله تبارك وتعالى قريبا منك، يحميك ويحفظك ويرعاك ولا يدع شيئا يضرك. فأنت توكلت على الحي الذي لا يموت، قوي سبحانه، وليس لك غيره سبحانه جل في علاه. سأل الله يحفظنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.